صباح النور والسرور، نهاركم أسعد الأيام. اليوم نطوي يوم ونستقبل يوم جديد اللي هو 13 ماي، يوم عيد الفطر المبارك. إن شاء الله يتعاد عليكم بالصحة والراحة، وإن شاء الله تكونوا سعداء فرحانين مع عائلاتكم، وإن شاء الله يا رب يتقبل منكم الصيام والقيام، وعيد سعيد على الناس الكل وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. كيف العادة نبدأ بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم نهار العيد، هذا الروتين أول نهار في العيد. فزيت الصباح بكري بكري برشا، فزيت 5 وشوية، قلت خليني مدام الصغيرات مازالوا راقدين خليني نسيق الدنيا الكل وريك كل شيء، باش من بعد كي يفيقوا الصغيرات هكا بالطبيعة أني دوشت لهم في الليل، كان لبس لهم حوايجاتهم ووريك لهم وكل، ونحضر الفطور توا بما نحنا اليوم نهار عيد هكا. بعد سيقتني راه غير ما حبش نصور لكم كل شيء، والحقيقه لهني راه عاوني راجلي بالكدا بالكدا اني نسيق وهو يسلت في الماء، وتو لهنا اني صورت لكم كالبارتي نتاع المسحان كي سيبت الماء برشا وقعدت نسيق فيه اللي نهبط للدروج لوطه للشارع وكل. المهم لا صدقوني بعد ما سيقتها ونظفناها وكل وعملت لها شوي بخور وعملت لها كالمعطر ما شاء الله ولت ترد الروح، نظافة محلاها ونظافة من الإيمان بالطبيعة. هكا لهنا سيقت كل شيء، هذه بيت الماكينات هكا بعد ما سيقتها نعملها في مسحة، والحمد لله كملنا على بكري خاطر بالطبيعة بديت على بكري. توا بعد ما نكمل التصيق ونكمل كل شيء حليت الشبابك تاع الصالة وبيت الماكينات والبيت الأخرى، خليت إلا البيت بتاع ولدي وبيت النوم خاطر بنتي راقدة فاهم، بعد نهواها بعد ما يفيقوا هكا هويت كل شيء وحليت حتى الباب الرئيسي بتاع رونتري. المهم هكا لهنا رجعت باش نفرش لهنا هكا الحصيرة نحط عليها اللعاب الصغار باش كيحبوا يلعبوا هكا يلعبوا يقعدوا على الحصيرة ما يقعدوش منهم للقاع هكا هو. تو بعد ما ان احنا لهنا شاحت الدنيا كما قاعدين تشوفوا وكل هالبرا زاد سيقناها كما قلت لكم. اني تو باش نمشي نحضر لهم فطور يعمل 66 كيف، خاطر مانيش باش نطيب فطور نص نهار. اول حاجه باش نمشي بحذا درجاتي، وثاني حاجه عندي الفاضل مش باش نطيب، باش نعمل كان خبز، اني عجنت الخبز وخليته يخمر ومن بعد باش نمشي نطيب. لهنا نكمل نحط كل حاجه في بلاصتها ونفرش نفرش البلاصه هذه اللي يلعبوا فيها الصغيرات. اهم حاجه انهم صغار يبدو راقدين تنجموا تعملوا كل شيء. كما قلت لكم فزيت الصباح بكري 5 وشويه فزيت، وكملت على بكري بالطبيعه. والله الفزان بكري الصباح يعاون برشا اللي تحب تكمل شهرها على بكري. وعندي زاده شويه منادل نفختهم البارح بعد ما نظفت الكوجينه وغسلت الماعون، نفختهم في الماء والجفال والمنظف وهكا حكيتهم ونشرتهم في البلكون هكا بعد ما صيقت ونظيف. توا لهنا بعد ما رجعت كل شيء وركحت كل شيء في اموره هكا في بلاصتو كما تشوفوا، هاني عملت نعمل في تبخيره. توا انا خرجت حتى للبرا للباب الرونتري، قلت خليها الريح الكل تولي تفحفح بالبخور حتى كان يدخل من الدرو يشم ريحه البخور وريحه النظافه، والله ما احلاها نظافه من الايمان. لهنا ولهنا كيف بخر هكا ولدي باش يتغسل هكا خرج خرج من البيت فاق، وبنتي ما زالت هكا لهنا درت على البيوت الكل هم. واما كيف تبخروا خلو البيوت شبابك محلوله، بعد ما تبخروا خلوهم شويه ومن بعد سكروا شبابك بتاعكم. المهم هو الدار مليح مليح، حتى البلكون هكا خرجت باش نسكر الباب وعملت له شويه تبخيره خلي يخرج تفحفح الكل، شوفوا الجيران ريحه البخور، راه البخور هذا على المحلاه وباهي والله ينحي الطاقه السلبيه الكل. وبالطبيعه الملائكه الملائكه تحب الريحه الفاحه، وحشاكم الجنون والشياطين ما يحبوش الريحه ريحه النظافه كل. تياك هو اللي هنيا دخلت للكوجينه، هاني مديت الخبز نتاعي بعد ما خمر هاني نطيب فيه لهنا. اني عجنت مش برشا، عملت شويه بركه. قلت خليني نحضر لهم فطور قمقوم يعمل 66 كيف هكا هو لهنا كطيب لهم فيها
هذا خبز حماس ولا خبز ولا كسرة، كل حد كيفاش يسميه. نحن لهنا في منطقتنا شوفوا ما شاء الله عليه كيفاش الخبز كي يتنفخ ويجي منفج ويجي ما شاء الله من داخله هبلتان. بعد ما نكمل نطيب وتنوريهولكم، والله ما شاء الله ما شاء الله جاي وبنين على الاخر. ساهل ما في حد تاني، خلطت سميد وفارينة وعملت معاها برشة ملح هكا لهنا ننقب فيها خطر تعبت بالهواء من داخل، قلت خليها تتفش وتزيد تطيب. ها قلت لكم عملت سميد وفارينة ورشة ملح وعملت فيه شوية زيت زيتونة وبالطبيعة خمرت الخبز ونعجن بالماء الدافي هكا هو. بعد ما نجوم مليح مليح لين يبدأ يترشق ما بين يدينا هكا هو، بعدين نحطوه نخلوه يتخمر. أنا قلت خلينا نحضر لهم فطير، شوفوا كاش حضرت لهم فطور ما شاء الله يعمل كيف. عصير برتقال في الدار وهكا اللي عملتها الشوكولاتة اللي عملتها بحشوة الكراميل والفرويساك والجوزة وشوية بسكوي، حصيلو كل شيء هكا عملته في الدار، حتى العصير وكل هكا مديت ما شاء الله الماء لذ وطاب اللي عندي. كل حبيت نودهم بفطير مزيان قمقوم قهوة عربي فيها شوية زهر ما شاء الله. حاصل وقلت خلنا نعمل مطير باهي خاطر مانيش مش طيب مش مطيبه فطور نص النهار باش نمشي بحذا درجتي. وبليس عندي الفاضل، عندي طاجين، عندي مرقه جلبانه، عندي برشا حاجات وسلاطه، عندي برشا حاجات فاضله علاش نطيب ربي ونلوح. هذه القهوه العربي شوفوا محلاها ما شاء الله. وهذوما الخبيزات نتاعنا، والله قلت لكم هكا حليت تاني خبزه وكل، شوفوا والله جات ما شاء الله بالبنه والطراوه هبال الجو. هذه الناس قبل يطيبوه فيها كان الحماس تزيد هذاك وتواني والله نطيب فيه في التيفال وكل. المهم يجي بنين وفاوح ما شاء الله. هذا هو الفطاير اللي حضرته لهم اليوم. اما الخبز نتاعنا هذا عملته حتى شويه مغرفه صغيره سكر باهره تحطوا فيه شويه سكر الخبز. يعني ديما امي طريقه امي هذه قبل تعلمت عليها الخبز تعمل فيه شوية ملح بطبيعة الملح وشوية سكر وتنجم تعمل فيه حتى راه شوية خل، أما مش لازم هاكا شفتوه كيف جاء هاكا لهنا. توا صغيرات فاقوا وتوا هاكا تلمينا كل على الطاولة هاكا نصب لهم باش نصب لهم القهاوي كل متاعهم. صغيرات بطبيعة قهوة حليب وشوكولين، ونحنا الكبار هاكا اللي يحب كابتشينو اللي يحب قهوة كحلة اللي يحب قهوة عربي كل حد كيفاش يحب. والحمد لله اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. وإن شاء الله مرة أخرى عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم حيين بخير، وإن شاء الله يا رب يتعاد عليكم بالخير والصحة والراحة. هكا هو هذا هو أول نهار في العيد شنو عملنا. والله عدينا جو باهي محلاه بالكدا بالكدا، ومن بعد كملناها بفرحتنا كل مشيت هزت صغار وجهزنا راجلي مشينا له حدا دار جدتي عيدنا عليهم كل على خالتي وبنت خالي وكل حصيلو تلمينا الكل غاديكا بحال درجتي. وان شاء الله ديما فرحانين وزاهين. بالنسبه للصغيرات والله شاخو اليوم على الفطور وكل، قالت لي بنتي ماما كهو ما عادش رمضان تو باش نبدو ناكلو في الصباح، باش تاكلو ماما تو تعمل لي. قلت لها ايه تو سي جا العيد وفيها فيهم هكاك على قد عقلهم على قد ما يفهموا. قلت لها تو باش نبدو ناكلو في النهار باش نحضروا العشية كيما نحطو تعملي معاش باش نحطو طاولة رمضان. قلت لها لا معاش باش نحطو طاولة رمضان تيكا هولا يعجبهم الفطور. المهم كيف شاخوا عليه هيك هي حاجة الباهية وفرحنا وضحكنا اليوم وكهو هذا هو روتيننا بتاع نهار العيد. وكهو بعد ما فطرنا مشينا ارتحنا شوي ولبست الصغيرات حوايجهم جدد ومن بعد مشينا نعيدو كيف الناس الكل. اما لهنا راه فماش برشا خروج رد بالكم على رواحكم، احنا مشينا هيك جيت لدار جدتي وروحنا ما نجموش ما نمشولهاش برا كبيره نهار العيد وكل شيء تستنى فينا وكل هكا هو. مشينا ولبسنا الكمامات بتاعنا وهزينا الجل المعقم بتاعنا والحمد لله الحمد لله. بالنسبه لنا نحن اللي هنا في منطقتنا هذه راه نهار العيد، فما عباد يطيبوا كسكسي بالحم وفما ناس يطيبوا مرقه وفما عباد اخرين يطيبوا ملوخيه. اما الاغلبيه يطيبوا يا كسكسي يا يطيبوا مرقه بالخبز هذاك الخبز الحماس كعاده اللي هنا عندهم يعملوها ديما.
وقع. هذا هو شيء طيب، وكل بلاد ورطالها، كل بلاد شنو يطيبوا هكا. قولوا لنا انتم شنو ما تطيبوا، في شنو عاداتكم وتقاليدكم، وان شاء الله عيد لهنا كما يقولوا، فيها الفايده في الهنا والفايده في اللمه والضحكه الصافيه هذا هي فش الفايده. كل شيء الاخر يجي منك، تبدا العباد متهنيه وفرحانه، اهم حاجه في الدنيا. نكملوا نفطروا، نخليكم مع بقية الفيديو، مشاهدة ممتعة. وما تنسوش عاد كان عجبكم الفيديو خلونا لايكاتكم وكومنتاريتكم المزيانة كيفكم. نحبكم برشا، وربي يفرحكم وربي يحميكم، وشكرا جزيلا ليكم كل فرد فرد. ان شاء الله ربي يسعدكم ويحفظكم، وان شاء الله يا ربي يحقق لكم ما تتمنوا اكثر من اللي تتمنوه برشا برشا. اما والله يا البنات، رمضان يخلي بلاصتو على الاخر على الاخر، تحسوا تراه فما حاجه ناقصه، استنسنا بريتم وتو لازمنا وقت باش نرجعوا نستنسوا بنفس الريتم نتاع الفطار. كهو تو بشويه بشويه نتعودوا، تحسوا بلاصتو خلى بلاصه كبيره رمضان. والله الحقيقه شهر فضيل وشهر عظيم، وكل كهو ما يدوم حال يدوم كان وجه ربي. والله هو رمضان يعود كل عام، كل سنة يعود رمضان، ونحن ما نعرفوش على رواحنا ان نكونوا موجودين ولا لا. ان شاء الله ربي يطول في اعماركم الناس الكل، وربي يبلغنا ان شاء الله رمضان القادم بخير. هاي بنتي تحب تقول لكم الكل كل فرد فرد رمضان عيدكم مبروك، عيدكم مبروك، عيد سعيد. لهنا هكا صغيرات يلعبوا بالبالونات وعاملين جو فرحانين، ان شاء الله يا رب ديما زاهيين. وتوك لاني هنا باش نقعد اللي من الطاوله، وهم باش يمشوا، قلت لهم برا للصاله العبوا. يعني لهنا هكا صورتهم، خلطت عليهم للصاله، صورتهم ويلعبوا شيخين فرحانين يضحكوا ما شاء الله عليهم. تيكاو لاني وصلت بكم لنهايه الفيديو، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسلام الناس الكل، وفي أمان الله. باي باي.